بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد الهيتوطي، رئيس جمعية طنجة المدينة للتنمية الاجتماعية والمحافظة على البيئة. كيف ما كتشوفوا، احنا كجمعية طنجة المدينة ارتئينا اننا نقوم بهذا النشاط هذا في هذا الفضاء اللي هو ساحة سوق الداخل الغنية عن التعريف. هذا النشاط هذا كيمثل في الاعلام الوطنية ديال البلدان المشاركة في المونديالتو، وحنا زعما صراحه ماشي هذا هو النشاط الاول اللي كنعملوه، ديجا كنا عملناه ملي كان المنتخب الوطني حقق نتائج مشرفه في المونديال، وقلنا زعما لما لا المونديالتو نحاولوا نستعدوا له ونعملوا هذه المبادره هذه، وهي الحمد لله حققت واحد النتيجه اللي هي جد جيده. وكنطالبوا المجتمع المدني حتى هو يشارك وجميع السكان انهم يشاركوا معنا في هذه الانشطه اللي هي بحال هذه اللي كتعود بالنفع على المدينه. صراحه بخصوص المبادره، جات المبادره من عندنا حنايا، يعني ما كاينش شي معاونه من شي جهه او لا شي دعم من شي جهه. اعضاء الجمعيه كنشكرهم من هذا المنبر هذا، هما اللي زعما واقفين مع بعضنا وهما اللي كيخلقوا الحدث دائما، وحنا جمعيه زعما من الجمعيات النشيطه على مستوى المدينه، وكنحاولوا نعملوا لو ماكسيموم باش نعطيو الصوره للمدينه لأي واحد، وكنرحبوا بالجميع. أي واحد بغى مثلا يجي يشارك معنا هذا النشاط هذا ولا الأنشطة اللي كنعملوا دائما، مرحبا بالجميع.